Salat al-Eid al-Fitr, I would like to perform this Salah according to Shafi'i school. For first rak'ah after takbir and iftitah, we will takbir seven times, and then for in the second rak'ah, we'll perform 5 takbir. That's the different from this level. Please shut up. الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
الله أكبر 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 ما تعالت أصوات الناس بالتكبير الله أكبر ما تفتحت أبواب السماء في هذا الصباح الكبير الله أكبر ما تنزلت علينا رحمة الله العلي القدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تقاربت قلوب المسلمين في هذا اليوم المنير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمد أولياءه بالتوفيق وألهمهم كلمة الحق والتصديق وأرشدهم إلى أوضح محجة وطريق وجعلهم برحمته خير أمة وطريق أحمده على النعمة التي بها حلانا وأشكره على الملة التي بها هدانا إلى وهي الإسلام. Dear little brother in this day, all glory to Allah who has blessed us here on this blessed and the joy morning. Let us raise our hand in gratitude to him for bestowing upon us the opportunity to have experienced the beauty of fasting, worshiping and devoting ourselves to him. Throughout the Ramadan that has just left us today, may all our acts of divination and worship to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. May bloom and may be light of this iman continue to radiate upon us until the day we meet Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen ya rabbal alameen. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. The Ramadan that has just left us serves as a testimony of our efforts in performing our obligation to Allah subhanahu wa ta'ala. This Ramadan should also bear witness to our earnest in striving to relieve the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No, I'm not.